الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد. سنن أبي ذر، أول كتاب الحدود، باب في الرجم. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي. أبو الحسن، نعم، النشابوية. قال أبو حاتم الرازي: أدركت ولم أكتب عنه. وليس هذا لا يعني لا تجريح ولا توثيق، وإن كان هو التجريح أميل، لكن النسائي قال ثقة، والدارقطني قال ثقة، والعجلي قال ثقة، ومسلم بن القاسم قال ثقة، وابن وضاح قال ثقة ثبت. حدثني علي بن الحسين. علي بن الحسين ابن واقد القرشي أبو الحسن المروزي. قال أبو حاتم الرازي: ضعيف. قال النسائي: ليس به بأس. وذكر ابن حبان في الثقات: إذن هو له أوهام. أبوه الحسين بن واقد المروزي أبو عبد الله القرشي. قال ابن معين: ثقة. قال أبو حاتم الرازي: لا بأس به. قال أبو زرعة: ليس به بأس. عن يزيد النحوي. والنسائي أيضا قال: ليس به بأس. عن يزيد النحوي، يزيد بن أبي سعيد النحوي، نعم، أبو الحسن النحو القرشي، مولاهم الخراساني المروزي. قال ابن معين: ثقة. قال أبو زرع الرازي: ثقة. قال النسائي: ثقة. وكان عابدا. عن عكرمة. عكرمة ملوى مولى ابن عباس، قيل فيه ما قيل ولم يثبت، لذلك اعتمده الإمام البخاري. عن ابن عباس. ابن عباس من العبادلة الأربعة ومن السبعة المكثرين عن النبي الأمين، صحابي ابن صحابي، ترجمان القرآن. نعم. قال: ولكن نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما فقال: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. فنسخ ذلك بآية الجلد فقال: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. حدثنا وقال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت. وين؟ لا خلاص، الثاني هو هذه تأتي بالراوي الأعلى. مجاهد قال: وعن مجاهد قال: السبيل الحد. قال سفيان: فآذوهما البكران فأمسكوهن في البيوت الثيبات. وقال مصنف رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد بن مسرهد ثقات الأثبات، شيخنا أصحاب الكتب الستة. حدثنا يحيى. يحيى هنا ويحيى بن سعيد القطان من أساطير المحدثين على تشدد فيه. عن سعيد بن أبي عروبة من الثقات، بل هو أثبت الناس في قتادة. عن قتادة. قتادة من دعامة السدوسي من الثقات الأثبات، من نوادر الحفاظ رواه الجماعة. يرى القدر وتغمر في بحر حسناته. عن الحسن. حسن بن أبي الحسن البصري، وهذه أيضا فيها شوف ثلاثة من لطائف الإسناد، يروي بعضهم عن بعض من التابعين. عن حطان بن عبد الله الرقاش. الحسن بن أبي الحسن البصري، كلام عليه آلة النبوة. نعم. عن حطان بن عبد الله الرقاشي. الرقاشي البصري. قال ابن المديني: ثبت. قال العجلي: ثقة. قال ابن سعد: ثقة، لكنه كان قليل الحديث. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب جلد 100، ورمي بالحجارة، والبكر بالبكر جلد 100، ونفي سنة. بالرواية الأعلى في كل أحاديث. وعن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، فقال ناس لسعد بن عبادة: يا أبا ثابت، قد نزل في الحدود، لو أنك وجدت مع امرأتك رجلا فكيف كنت صانعا؟ قال: كنت ضاربهما بالسيف حتى يسكتا، فأنا أذهب فأجمع 4 شهداء، فإلى ذلك قد قضى الحاجة. فانطلقوا فاجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، ألم تر إلى أبي ثابت؟ قال: كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالسيف شاهدا. ثم قال: لا أخاف أن يتتابع فيها السكران والغيران. قال أبو داود: روى وكيع أول هذا الحديث عن فضل ابن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق
عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا إسناد حديث ابن المحبق أن رجلا وقع على جاريته على جارية امرأته. قال أبو داود: الفضل بن درهم ليس بالحافظ، كان قصابا بواسط. وعن والحديث ضعيف. وعن عبد الله بن عباس أن عمر يعني ابن الخطاب رضي الله عنه. بس نقف هذا، نقف عندها. عندنا الكلام على مسألة الرجم. هنا الآية في قول الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. هذه الآيات قال علماؤنا بأن هذه الآيات منسوخة. قال: فنسخ ذلك، أو نسخ ذلك بآية الجلد: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طب هذا على البكر والسيب، أين النسخ؟ الحق هنا العلماء أولا اختلفوا في هذه الآية هل هي محكمة أم هي منسوخة، وقال كثير من العلماء بأنها منسوخة. ولما قالوا أنها منسوخة اختلفوا أيضا في النسخ. عامة لابد أن أصور الآية أولا قبل أن أدخل في هذه الأحكام، سامحوني. في قوله: واللاتي يأتين الفحشة من نسائكم فاستشهدوا علينا أربعة منكم فإن شاهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفون الموت. قال: واللاتي يأتين الفحشة من نسائكم فاستشهدوا علينا أربعة منكم. شوفوا هنا الآن حتى هذه لا تعتمد إلا بأربعة شهود يشهدون بواقعة الزنا. فلذلك قال: فاستشهدوا علينا أربعة منكم من رجالكم في هذا الباب، فإن كانوا ثلاثة والرابع لم يشهد لا يحسب الحكم ولا تكون فاعلة للفاحشة. ففعل الفاحشة لا تكون في الإنسان إلا إذا شهد أربعا أنه قد زنى. ولا تأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تاب أصلحها فأعرضوا عنهما. العلماء هنا بعض العلماء يقول: واللذان يأتيانها منكم، هذا على اللواط الرجال بعضهم وبعض، بعضهم حملها على ذلك، بعضهم قال بل، وهذا قول ابن عباس، بل المقصود به الرجال والنساء. الرجال والنساء إذا وقع في مثل هذا فالعقوبة بالإداء. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تاب أصلحها فأعرضوا عنهما. فقالوا هذه على الرجال على اللواط، والبعض الآخر وهو قول ابن عباس وهو الجمهور قول الجمهور بل قصد الرجال والنساء ولم يقصد في ذلك اللواط بحال من الأحوال. وقد قال الثوري قال بأن في قوله ولا تأتين الفحشة قال الإمساك في البيوت للبكارة والإمساك في البيوت للثيبات والإذاء للبكران، يعني العقوبتان المختلفتان، العقوبة الأولى الإمساك في البيوت على البكر بالبكر، وأما الثيب فالإيذاء. هذا تصور هذه المسألة. ثم نأتي إلى الأحكام. اختلف العلماء في هذه الآيات هل هي منسوخة أم هي محكمة. فجمهور العلماء أنها منسوخة، واختلفوا بعدما قالوا بأنها منسوخة الناسخ آية الزنا أم الناسخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآية فقد قال الله تعالى: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذهم بهما رأفة في دين الله. قالوا هذه هي الناسخة، فقلنا هذا على البكر. طب السيب أين نسخ الثيب؟ لم يرد. فلذلك قالوا بأن الناسخ الحق هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عند من يقول أصوليا بأن القرآن قد ينسخ بالسنة، بأن القرآن قد ينسخ بالسنة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. قال: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. قال: والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، يعني والرجم إلى الموت. قالوا: هي منسوخة بهذا الحديث. الخطابي قال، ونقل طبعا النووي كلام الخطابي في هذا الباب ورجحه وهو القول الصحيح، أنها ليست منسوخة بل الآيات محكمة. هذه الآيات محكمة منسوخة. لما قالوا بأن هذه الآية محكمة؟ لأن الله تعالى يعني جعل الحكم إلى أن يجعل لها سبيلا، فكان هنا الحكم مجملا، فجاءت السنة ففسرته وبينته. إذن كان الأمر هنا الحكم فيه مجملا. أولا قال: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فأمسكوهن فاستشهدوا علينا أربعة منكم فإن شاهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت. تبقى كما قال ابن عباس: عاشت محبوسة، ماتت محبوسة. وجعل الله لهذا الحكم إيش؟ أجل. فجعل الله لهذا الحكم أجلا،
جعل الله لهذا الحكم أجلا، وهذا الأجل جعل الحكم بعده مجملا، فجاءت السنة فبينته وأجلته، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. لأن الله ماذا قال؟ قال حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فجعل الحكم هنا أن يجعل لهم سبيلا لهن سبيلا وجعله مجملا، فجاءت السنة فبينته أن السبيل خذوا عني خذوا عني، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والسيب بالسيب جلد 100 والرجم يعني الرجم حتى 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 الموت. هذه المسألة الأولى، والحق في ذلك أن الآية محكمة وليست منسوخة، الآية محكمة وليست منسوخة، وحكمها مجمل بينته السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا خذوا عني. والكلام هنا ليس على اللواط، في قولي واللذان يأتياني منكم فأذوهما، ليس الكلام على اللواط، المعنى هنا واللذان الرجل والمرأة وغلب الرجل، كأن تقول القمرين، هذا من باب التغليب، أن تقول من باب التغليب، واللذان يقصد ذلك الرجل والمرأة، إن كان على البكارة على القول الأول يحبسان إلى الموت، إن كان على الثيوبة فلا بد من الإيذاء. نعم. ثم قال الله حتى يجعل الله لهن يعني أو يجعل الله لهن السبيل، فجعل لهن السبيل وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في الحكم معلق بهذا الإجمال حتى بينته السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد الرجم حتى الموت. واستفاد العلماء من الحديث الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب جلد 100 ورجم عام، وهذا قال به علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، اختلف جلد السيب مع الرجم، فقال طائفة الجمع بينهما فيجلد 100 ثم يرجم، وهذا قال به علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، والحسن البصري، وأيضا قاله إسحاق بن راهوية، وقد قد تبناه داود الظاهري وبعض الشافعية، لا سيما وأن هذا كان بعد موت نبي وبعد موت أبي بكر وعمر وعثمان. عمر علي بن أبي طالب جلد ثم رجم، ولما سألوه عن ذلك قال لئن جلدت فقد جلدت بكتاب الله، الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، وإن رجمت فقد رجمت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والجماهير على أن الجلد كان في ابتداء الأمر ثم نسخ، وهذا الحق، الجلد مع الرجم ثم نسخ، وإلا ما يفيد الحد تحته حد أكبر منه، فإن الاندراج هنا يكون لأنه في النهاية إلى موت، في النهاية إلى موت. والأدلة على نسخ الجلد مع الرجم كثيرة جدا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واغدوا يا أنيس، فإن اعترفت، هذه حديث العسيف، قال واغدوا يا أنيس فإن اعترفت فارجمها، واغدوا يا أنيس فإن اعترفت فارجمها، ما قال اجلدها أولا ثم ارجمها. ماعز جاء فأقر بالزنا فرجمه ولم يأمر بجلده، الغامدية جاءت قالت طهرني إن حبل من الزنا فرجمها ولم يجلدها الحد، رجمها ولم يجلدها الحد. فهذه كلها وقائع ظاهرة تبين لنا أن الجلد كان في أول الأمر عندما قال خذوا عني خذوا عني، ثم نسخ بعد ذلك، فالرجم للسيب. ثم المسألة الثالثة في قول النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، قال البكر بالبكر جلد 100، وهذا الأصل في قول الله تعالى الزانيات والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فكانت على البكر، البكر بالبكر جلد 100، قال وتغريب عام، تغريب عام هو نفي سنة، نفي السنة، الجمهور في النفي هنا على النساء والرجال أنه عام، النساء والرجال والعبد والحر وفي كل اختلاف، فهناك من قال أن النفي لا يكون المرأة كمالك وغيره، قال النفي لا يكون المرأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امرأة تؤمن بالله ولا من آخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، فقال فإذا المرأة لا تغرب، وإلا فهي مدعاة أيضا إلى إقامة الفاحشة، وأنها إن لم يكن عليها الرقيب فإنها يعني تزداد فيما كانت عليه. هذا صراحة فيه وجاهة من ناحية النظر والأثر، ولكن ليس بالقوي، فالصحيح الراجح أن نقول أن النفي أيضا للمرأة، النفي أيضا للمرأة. الحسن قال لا يجب النفي، ومالك الأوزاعي قال لا نفي على النساء كما قلنا، ولأنها عورة في نفيها تضيع لها وتعريض لها للفتنة، ولهذا يعني في نهي عن المسافرة إلا مع ذي محرم. الحق أن نقول
الحديث ظاهر. قال: البكر بالبكر عام في الرجل والمرأة، جلد مئة وتغريب وتغريب عام. وأما من ناحية النظر على ما قال المالكية وقال الأوزاعي، كلام رصين متين جدا، لكن رد عليه سهل ويسير. نقول يجب النفي سنة، ويجب في نفقاتها أن تأتي بالمحرم مع نفقته عاما كاملا أن يكون معه، فتلزم بالمحرم أن يسافر بها، وتلزم بالمحرم أن يجلس معها، وتعطيه أجرة هذا العام، وتعطيه أيضا النفقة. قال: ولما؟ أليس هذا قال الله تعالى: لا تزر وازرة وزر أخرى؟ قلنا نعم، ولكن تفريط وكيلها، تفريط وليها أوقعها فيما أوقعها فيه، فهذه أيضا تكون ملحظ لعقوبة الولي بذلك. وأما الحديث الأخير قال سعد بن عبادة يسكت، فيه دلالات. أولا الحديث ضعيف، والذي صح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك قال: أأجد لكع على امرأتي فأتي فأنتظر حتى أمهل حتى آتي بأربعة شهود، والله لأعلونه بالسيف غير مصفح. فنظر السلام إلى الصحابة فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ وهذا إقرار، هذا إقرار، وهذه المسألة ستأتي، لو وجدوا معها فقتلهما. فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والذي نفسي بيدي إني لأغير منه، وإن الله لأغير لأغير مني. فهذا الحديث في ضعف، لكن في قولي يعني حتى يسكت، يعني حتى يموت، ما ينطقه حتى يموت. ولذلك قال: إن أتيت بالشهداء قضى البعيد حاجته. فقال الإنسان: كفى بالسيف شهيدا. فهذا يعني هذا موضع الإقرار، كفى سيف شهيدا، هذا كأنه أقر الإنسان ثم تراجع عن الإقرار بأبي هو أمي لمقاصد الشريعة، لهذه لمسألة النظر في المصالح والمفاسد. قال: لا لا لا، للتأكيد، أخاف أن يتتابع علي الناس فيدخل فيه السكران والغيران. ومعنى ذلك يدخل فيه السكران، ليس السكران المسطول يعني الذي غاب عقله، لا، السكران هنا الذي غاب عقله بغضب، عندما يغضب غضبا شديدا فيقع منه ما وقع. والغيران هو الذي تأخذه الغيرة فلا يروي في الأمر، فتكون المفسدة العظمى. لذلك لم يقر بذلك بل أنكر عليه، قال: لا 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 لا، أخاف أن أتابع فيها السكران وأيضا الغير. الحديث ضعيف، ولكن المعنى الصحيح كما قلنا بأنه لو قتلهما لا شيء عليه، ولو أقاموا عليه الحد، وهذا قول علي بن أبي طالب وقول كثير من الصحابة، أنه إن لم يأتي أربعة شهود يقتل قصاصا فيكون شهيدا عند ربه جل في علاه. لكن الحق أن قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا راجح، وعند الشافعية رجح ذلك بعض الشافعية، بأن النبي قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والذي نفسي بيدي إني لأغير منه، وإن الله لأغير مني، وإن الله لأغير مني. هذا إقرار بما سافع. ولك قصة عمر بن الخطاب أن رجل قال: وجدت رجلا بين رجلي امرأتي، يعني فلقته، قال: جززت جزلتين بالسيف. قال: إن عاد فعد. كلام مثل ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. حتى في المغني لابن قدامة استدل بها على أنه لو قتله فلا قصاص، لكن المسألة لابد أن تنضبط بضوابط، أن هناك لا تكون هناك قرائن للعداوة بينها وبين هذا الرجل، لأنه ممكن الإنسان إذا أراد قتل إنسان يجعل ذلك زريعة. يعني المهم أن تكون الضوابط منضبطة بعدم العداوة وعدم الافتراء وعدم التجني في هذا الباب، وأنه حقا وجد الفجيعة التي وجدها ففعل ذلك، فله ذلك على الراجح الصحيح. وإن كان الأئمة الثلاثة أو الأئمة الأربعة يقولون إن لم يأتي بالشهود فالقصاص، لأن النبي قال لهلال أيضا: إن لم تأتي بأربعة شهود فالبينة أو حد في ظهرك، وإن كنت أدين الله بالثاني وهو الراجح الصحيح. الفوائد المستنبطة: إثبات النسخ. قد نقول عدم القضاء، عدم قضاء الصلاة، قد نقول عدم قضاء الصلاة، وحتى لا أتعبكم وأتعبنا يعني وأتعب معكم في أن أنا أقول من أين انتزعت، تنتزع بأن كل حكم مؤقت بوقت، إذا فات وقته فات. أو شوف قال: فأمسكونا في البيوت حتى يتوفونا الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، جعل التوقيت يجعل لهن سبيلا، فلما جعل لهن سبيلا لم يعمل بالحكم السابق. العمل بالمقاصد، الرجوع إلى العالم، تلاقى السكران لا يقع، طلاق السكران لا يقع، شوف هو قال الغضب الشديد يقع منه ذلك، طلاق السكران لا يقع.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.